مغامرة المخاطرة أكثر. على الرغم من قبول هدف في مرماهم، لكن في رأيي الشخصي لا داعي للخوف لأنه عندهم وقت طويل من هذه العودة. عودة إلى شوط من المتعة المنتظرة. إنجلترا يجب أن لا يندفع خوفا من الخسارة، بكل تأكيد مطلوب منها التقدم، الاندفاع بالهجوم، ولكن أيضا لابد من أن يكون هذا الشيء بحساب. وجد طريقة للمرور، دفاع رائع هنا بكل ثقة. كانت انطلاقة مميزة لكن المدافع كان له رأي آخر، تدخل حاسم في توقيت رائع. تمريرة بدون عنوان. مانسيني. إنجلترا متأخر في المباراة ويحاول إدراك التعادل في الشوط الثاني. جورجينيو. ساكا يعود لأداء الواجب الدفاعي، يظهر انضباط. موقف صعب الآن، يبحث عن المهاجم. عند مساحة، هذه فرصة جول. الله على ضربة في المرمى. مستحيل هذا السيناريو، مستحيل هذه الإثارة. توقيت مثالي للتحرك واستقبال.